Le SMEC. Le centre fait d'abord. اشتريت سامسونج موبايل سامسونج A3 من شركة جبال وسحبت سحبة طلعت لي هدية ساعة سامسونج وشكرا شركة سامسونج. أنا مريم الشاكرة ساعتك موبايلك في جراند شركة سامسونج أوس موبايل ساعتك من ولا شو؟ لشركة جبال. كريم عبد الواحد عبد العال اشتريت جهاز i5 2017 وضعت هدية واشكر شركة الجبال على هالهدية. اسمي محمود صبيع، جيت لشركة جبال فرع الجزائر اشتري جهاز من عندهم وحصل الجائزة، لقيت عندهم مفاجأة جوائز وحصل الجائزة من عندهم. مشكورين طبعا على جهودهم. اسمي عبد المجيد، طبعا يوم زرت في معرض جبال بالجزائر اشتريت تليفون، تفاجأت بالهدايا وفزت بهاي الجائزة. شكرا جزيلا شركة جبال. أنا علي أحمد ساهر من سكنة محافظة البصرة، قمت بزيارة معرض شركة جبال فرع الجزائر لشراء جهاز جي 7 برايم وقد فزت بجائزة اللي هي أمامكم ساعة. السلام عليكم، جيت اليوم شركة الجبال فرع الجزائر اشتريت من عندهم جهازين جالكسي S7 وجالكسي تاب، والحمد لله شكرا طلعت لي جائزتين اللي هي سماعة ورام. الشكر من شركة الجبال، موفقين وإن شاء الله مزيد من التواصل للجميع. السلام عليكم، اسمي حسين علاء من سكة محافظة البصرة، شلت أمس حوارات من شركة جبال، حبيت أزور شركة جبال وأجرب حظي فاشتريت جهاز جي 5 برايم فسحبت طلعت لي ساعة سامسونج جير فيت فنشكر على شركة جبال. السلام عليكم، انا اسمي محمد طه غضبان من سكنة محافظة البصرة، زرت معرض الجبال في فرع الجزائر لشراء جهاز جي 7 وخلال زيارتي كان اكو عرض سحبة وخلال السحبة ربحت سامسونج جير في ار، نظارات سامسونج جير في ار، فشكرا لمعرض الجبال.